FM. الكلمة ليك. كابوتشينو. الانترفيو. كابوتشينو الانترفيو. التسعة على كاب FM. مرحبا بكم، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الانترفيو لليوم معنا سي عبد العزيز المزوغي، باش يكون معنا في انترفيو حلو، انترفيو فيه برشا هكا نعرفوه بالضمار وبالشهلول. عبد العزيز المزوغي مرحبا بك. عبد العزيز المزوغي معروف زادة بانه سايح سياسي، لانه ما يعجبوش حاجه يخرج، مازال يخرج من حركه نيدا تونس. شنو هي التبعات نتاع الخدمه نتاعك من نيدا تونس؟ اخر المستجدات، لانه صارت معلومات تلغمت الامور بينك. انت كل مره تعمل لي انترفيو تتبزني من الاول. لطف عليك. مره مشاكس، مره سايح، بدينا نقطف. مره مشاكس، مره سايح. السائح باهي سياحه، ولو تو تابع كربون. ماهيش سياحه سياسيه. انا في اعتقادي وقت واحد يدخل في العمل السياسي، ما هو ويدخل في عمل سياسي كنضال، ماهوش كحرفه. إذا كان خرج من حزب يلزمه يلقى، أما فيها يبطل ضربة واحدة، ولا يلقى يعمل حركة جديدة، ولا ينضم إلى حركة موجودة. معناها ما فماش 20,000 إمكانية. ولذلك يعني أنت تلاق بالتراضي ومش أمسك بالمعروف أنتم. لا لا لا، ماهوش بالتراضي، معناها بال قطيعه، سي اون فوا دو فيت. تعمك تعرف في الدرو ادمنستراتيف تقريبا. لا لا، وقتي في الدرو ادمنستراتيف حتى انسى الاداره. لا لا، حتى شيء سي قطيعه هربت من لا غرام لا نفخ خرج شيء حتى علق. معناها لانه اعتبر انه كيما قلت لك، كيما في الدرو ادمنستراتيف لا فوا دو فيت تجرد كل الاداره من كل امتيازاتها القضائيه وكذا. ولذلك وقت واحد يعمل عمليه اللي مانيفستومون ايليغال، معناها ما عادش فما حتى شيء. دونك هذه ما عادش فيها حتى نقاش. ولذلك انا قاعد نشوف في منها، وعندي محادثات مع ناس اللي عندهم موجودين على الساحه وقاعدين يتحركوا كذا. اللي هم والله فما الحزب هذا اللي بتاع سي تهامي العبدولي. أيوة. اللي اسمه الحركه الوطنيه. الحركه الوطنيه. وانا سمعته هو يحكي وقريت ادبياتهم وكذا، وقراب برشا من بعضنا، ويظهر لي معناها ماشيين في اتجاه ان قراب. في شنو؟ قراب في التوجه العام، لانه هذا هو المشكله. احنا ايش عندنا؟ عندنا شنو هي اشكاليه تونس؟ اشكاليه تونس انه في اعتقادي انه بعد الثوره هي وساره، وتنجم تقول اذا كان نخرجوا من الصراع السياسي وندخلوا للتحليل، تنجم تقول حاجه برسك عاديه في المراحل الانتقاليه. كيف فما قوى اللي هي ما عندهاش وزن في المجتمع تطفو على السطح كيما بعض الاحزاب ولا بعض الشخصيات، وتو بشويه بشويه تبرد. ولذلك يلزم هو الشيء اللي به الفائده يلزم الدوام. معناها الناس ما يلزمهاش يتيح لها المورال وكذا، يلزم هي نضال الناس هذوما. الوضعيه اللي وصلنا فيها واللي خذات فيها حركه النهضه السلطه، معناها وضعيه غير عاديه. هكا بشويه بشويه تجبد في روحها، لكن قاعده تحب كيما نقولوا تعشش وتكبش في المنظومه السياسيه في تونس. وانا اعتقادي انه غير ممكن باش نعملوا ديمقراطيه وباش تولي بلاد معناها ابيزي، الا اذا كانت الحركات هذه الاسلاميه والحركات اللي هي ماهيش ما عندها ثقافه ديمقراطيه قويه، معناها يلزم الحركات هذه تبقى في حجم معين، والا ما تنجمش تجي ديمقراطيه. لكن انت كي دخلت نيدا تونس كنت ايضا معناتها تقول قراب في التوجه، من بعد كي انا ما نصورش في التوجه العام. ما تخافش انه كي باش تنظم تو الحزب اخر معناتها تصير نفس الحكايه؟ لا لا، في التوجه العام، في التوجه العام انه وراه نداء تونس وهذوما ما همش بعاديين على بعضهم. لكن نداء تونس انحرف في حاجتين. نداء تونس بالنسبه لي انا في 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 بخلاف قضيتي انا الشخصيه، انحرف في حاجتين. اولا في التسيير الداخلي ماهوش تسيير معناها ديمقراطي. ثانيا انه لم يحترم الميثاق الاول نتاع تعايش الطيارات، وهذا تعايش الطيارات هذا حاجه اساسيه، والمسؤول الاول عليه هو رئيس الحزب، لانه هو اللي شاد الميزان فيدو باش يوزن بين الطيارات. ما فما حتى واحد شاد الميزان فيدو. وثالثا انه فما توجه نحو التحالف مع حركتنا.
هذايا الناس هذوما. وانت ضد الحكايه؟ انا ضد تماما، انا ضد تماما، مش ضد تماما معناها ممكن هذاك ممكن، لكن على الاقل بعد الانتخابات واحد ما يتيحش قبل الضرب، ما يجيش قبل الضرب يبدا ما تنجمش تعمل مقابله اساسيه مع كيما الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة وانت تقول والله برشلونة، معناها ما تجيش، يلزمك ساعة تعمل الحركة ومن بعد تشوف انت ونتيجة الانتخابات. وحتى نتيجة الانتخابات نجم تقول معناها احنا ماناش باش نعملوا كيما عمل مصطفى بن جعفر في الانتخابات اللي فاتت، ناخذوا اصوات الناس اللي ضد النهضة ونهديهم للنهضة، نعملوا معاهم تحالف. بالك شي حابوا يعملوا توازن في البلاد. لا ما يجيش هكاك التوازن، راهي الديمقراطية ما يجي، هذا راهو غلط، هو اللي يقول لك نعملوا كله مع بعضنا، راهو مدخل للاستبداد، كيوليوا القوى الكبرى الكل موجودين فرد حكومه وفرد نظام وكذا، هذاك مدخل للاستبداد باش يوليو يحكموا باحكامهم، ما فما حتى حد معناها يعادلهم. هو الديمقراطيه الحقيقيه انه يكون حزب قوي في السلطه وحزب او احزاب قويه في المعارضه باش يعادلوا. والمعارضه راهو ماهيش المعارضه فقط البرلمانيه، هي المعارضه حتى في الشارع، راهو في الديمقراطيات الكل هيك تشوف فيهم الديمقراطيات الكل، وقت اللي يخرج يزيغ الحاكم عن الاساس نتاع السلطه يهبطوا له للشارع، راهو ما فماش، راهو يرد بالك ما فماش الديمقراطيه، مش السيد اللي هما في فما في مخاخ برشا ناس الديمقراطيه ناخذ الاغلبيه في المجلس النيابي او المجلس التاسيسي نولي نعمل اللي نحبه، هو لا مش هكاك، هو الديمقراطيه هو اولا احترام الاقليات ثم احترام المسار العام، هذا ما وقعش. طيب انت بالنسبه للسي تهامي العبدولي تعتبره انشلاك ديمقراطي؟ والله انا ساعه اولا نعتبره معناها متشبع بفكره مدنيه الدوله اللي هي مساله اساسيه، اللي هو معناها ضد التوجهات اللي كان معاهم في الحكومه ويعرف بالضبط، هذا كان معاهم في الحكومه، كان كاتب دوله للشؤون الخارجيه وولد صغير معناها عمره 47 سنه، سنشانج دي 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 كاسيك اللي موجودين في الوعد، معناها انا قلتك النهار قلت انا عمري 67 سنه نظهر كدي في الاكيبات اللي تلعب تو الكل، انت معناها يعني الديوان السياسي يعني يقولوا تشبيب معناها التشبيب معناها الشيء الشيء الغريب في الثوره التونسيه انه عملها الشباب، ولكن تو اللي كله هو شنو هو سي دي سيونس دو راتراباج. هذا تفكرني في الجزائر، الجزائر وقت وقعت دخلت بعضها عام 88، شكون رجعوا يحبوا يعوا كيف راهو سي لو ميم فينومين، شكون رجعوا يحبوا ويرجعوا للزيت، رجع احمد بن بلة، رجع سيناي تحمد، رجع معناها ناس من قبل الثوره. ولذلك وهكا تشوفوا كيفاش اضمحلوا تماما من الساحه السياسيه. يعني تقول انت توك بوتفليقه مترشح صادون معناها دو لسبوار للتوالد. اي بوتفليقه، علاش بوتفليقه؟ بوتفليقه علاش رجع؟ لانه حتى وقت الثوره كان صغير ياسر. 1963 وقت يشد مينيستر التوريزم كان في العشرين، تو عمره 77 وهو باقي راهو اصغر من جماعتنا احنا. يسيب بوتفليقة، ولكن انا شخصيا رغم اللي الجزائر وعشت فيها ونعرفها ونحب الجزائر والجزائر بلد مهم، لكن اعتبر انه بوتفليقة عامل غلطه وقت اللي يترشح يعاود يترشح وعمره 77 سنه وهو ماهوش في صحه جيده، معناها مش معقول. ولكن رغم هذا نبهت انه برشا جزيريه معناها قد ما فدوا ملك العشريه السوداء اللي نتاع الاسلاميين، معناها قالوا لا اخويا باش نصوتوا له، وفما ناس وراه ويعرف اموره واموره منظمه. يعني اليوم ثم الفوت سانكسيون، الناس بتحبش بيان سور مش فوت سانكسيون، لو فوت فاكسان، ايسون فاكسيني كونتر الاسلاميزم. ان شاء الله احنا بيدنا ندخلوا في منطق كما هذا ونوليو بها وجربنا، لانه وهذا الشغل اللي قايد سبسي لا 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 مش كيف كيف، لا يقول يختاروني لا مش كيف كيف، لا مش كيف كيف، شوف مش كيف كيف. سي بوتفليقة عمل لك كونكورد ناسيونال وناس كانت معروفين قتلوا ناس كذا يحوسوا ولا يحوسوا في باب الواد وعندهم احوانت وعندهم كذا والناس تشوف فيهم، وقال لك النهار واحد منهم من المسؤولين الجزائريين قال راهو صعيبه باش واحد يشوف واحد كان قتل ارواح يحوس في الشارع وما يكلموش، لكن هذيك سي لو بري ا بي بور لا كونكورد ناسيونال، هذه راهي من اول الدنيا تو هذم الاسلاميين، الاسلاميين نتاعنا خذاو من الاسلام كان الحاجات الخايبه الجهاد والقتل والذبح وكذا، لكن ما خذاوش الرحمه وكذا، لانه الرسول وقت يدخل مكه يعرف ناس قتلوا له جماعه وقال لا اذهبوا فانتم الطلقاء في 30 سيكوندا، اللي عملوا الرسول في 30 سيكوندا لما حال سمير ديلو ماهوش من نفس التينه، لكن قعد 3 سنين ونص وما نجمش يعمل
لا كونكورد ما نرجعناش ما فهمناش الدنيا. كان باجي قائد السبسي قال قائد السبسي يقول لك انا نحب الكونكورد ناسيونال دول تحسوا انه ثم مغازله بينه وبين حركه النهضه. شوف الاكبر رمزيه عملها الباجي قائد السبسي هو مقابلته مع الغنوشي في باريس وقت اللي كانت الدنيا خايضه في تونس. وقت اللي حكومه الفشل فشلت وقاعده تلعب في الوقت الضايع. وقت الشعب التونسي الكل كان متحمس باش يخرج الناس هذوما بكل ما اوتي من قوه. سي الباجي قايد السبسي تقابل هو الغنوشي اعطاه متنفس كبير والناس دخلها شويه ارتباك. ولذلك انا اعتبر انه العمليه هذه ما كانتش مفيده لا لنداء تونس ولا للبلاد لانها انقذت النهضه. ما تراهاش انتليجونت؟ لا خويا الانتليجونس راه شوف حتى اللي تقابلوا مع هتلر عام 38 كانوا يسخلوا روحهم من انتليجونس شامبرلان وكذا كانوا لولاش يقولوا لولاش شولاجمون قالوا منعنا اوروبا من الحرب. ما فماش واحد يمنع من الحرب راهو اللي يهرب قال تشيرشيل قول انت حربوا سمعتها لا قال تشيرشيل قال فوزالي فوزافي فولو لا بي دون لونور فوزوري لا غير لو ديزونور. اللي يهرب من حرب ويهرب من مواجهه اللي هي حتميه راهو ماهوش ما يعملش فار يربح شويه وقت تو هنا عايشين في موادنا الدستور اللي عملناه ربح روندا ما ربحش لا مش روندا ما ربحش روندا اجل الموضوع تأجل الموضوع الموضوع ما تحلش بطريقة جذرية. نعم. ما حبش تستقيل طبعا عندنا تركا استقلت وجاسي مهدي كمان أو باش نقول لك أنا حاجة سهلة استنى قبل ما تستقيل ال 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 المظاهرات اللي وقعت في يوت وفي في تونس فماشي واحد بعقله وينظم مظاهرة واستراتيج ويحب يخرج الحكومة من بالضغط الشعبي عليها هو شنو تخريجها شنو هذا الرحيل ايش معناه؟ معناها راني باش نضغط عليك بالشارع باش نخرجك. يجي يعمل مظاهرة في كياس طوله 10 كيلومتر جابوا 500 ألف متظاهر نهار 13 أوت ولا 6 أوت ما خرجوهاش. الناس اللي خرجوا في الرحيل أكثر من اللي خرجوا نهار 14 جانفي باش خرج بن علي. كان عملوا هك المظاهرة هذيك في شارع الحبيب بورقيبة بنفس لانه المنظمين هكا جماعه كي تمشي البرد باش تنحي المجلس التاسيسي تمشي البرد اما كي تجي باش تحت انت قلت المجلس التاسيسي لا ماناش نطيحوا نحبوا نطيحوا الحكومه كان عملوها في ثلاثة ايام في الحكومه راهي الحكومه تحت. لكن هما ما عندهمش تفكير وما عندهمش استراتيجي وما عندهمش خدمه وما عندهم ما عندناش الله غالب الطبقه السياسيه نتاعنا الكل هك تشوف فيها الذات تشطح على طرب وفلس على حكايه شهداء ثوره وكذا معناها ولو يقولوا في كلام من وراء الخيال فهمتني؟ لأنها طبقة سياسية تنظر كان توا وكيفاش وكيفاش باش ناخذ كرسي وكيفاش باش نقعد في المجلس التأسيسي وكذا، لأنه الناس هذوما الكل تهراو قبل ما يوصلوا للسلطة، هذوما فما اللي منهم ضرب 50 سنة في المعارضة قبل ما يوصل للسلطة، دونك ما عندوش وما كانتش عنده آليات وما كانش يتحرك، كما قلت في الجزائر فما كان نهار عاملين ميسيون على الجزائر وهذا في تونس ولا بالتونس، فما مرة قالت خليدة مسعودي شكرا شكون؟ قالت بومدين الجزائر كانت ديكتاتورية وكانت ما فيهاش حريات سياسية كانت الناس الوحيدين اللي عندهم حريات سياسية هم الإسلاميين كانوا عاملين مؤتمر كل جمعة كل نهار جمعة في الجوامع كانوا في تونس كيف كيف الأحزاب الأخرى ما تجتمعش الحزب الوحيد اللي يجتمع كل جمعة وفي كل بلاد فما 5000 نادي مجهز لهذا وقعدوا مجهزين هكا تشوفوا فيهم توا ولاوا بالكشف ما عادش ولاوا بفضح. الجوامع هم نوادي سياسيه للحركات الاسلاميه والتوا مازالوا وما يحبوش يتخلصوا الموضوع وما نجمش هكا مهدي جمعه قال لك بدا ينحي بشويه بشويه لكن مش السلفيه فقط السلفيه لان تستعمل فيهم كثكنات اما نحكي حتى على حركه النهضه الجوامع هو الساس نتاع ولا نوليو كل حزب اش قال في كلام علي العريض البارح والله علي العريض البارح شوف البارح جاء بالصدفه نهار اللي اكل فوعه على الاحكام اللي صدر في الجرح هذا اذا كان علي السرياتي والحاج قاسم يلزم يتحاكموا ويلزم يتربطوا في الحبس بالضبط هما في وضعيه علي العريض بالنسبه لسليانة ما شنو الفرق ما بين وضعيه علي العريض في سليانة ووضعية الحاج قاسم يمكن الحاج قاسم
وضعيته لانه فما ناس ماتت بعد ما خرج هو. هو قال انا ما عطيتش الاوامر هذاك اجتهاد امني. ليه علاش الاجتهاد امني ما يخدمش للسرياتي وما يخدمش للرفيق الرفيق الحاج قاسم ويخدم لي هو؟ مو فما اما اجتهاد ولا اما يتعاقبوا القاده على المسؤوليه السياسيه او المسؤوليه الميدانيه ولا ما يتعاقبوش. هو قال هو ما يتعاقبش. شوف ما يولي ما يعرفش الرش شنو قال انا اكتشفت نهارتها مع عمرو ما يعرفش الرش هذا. لا قال عملت اجتماع ونشطهم شنو الرش وعمل اجتماع قانوني باش يشوف معناه. شوف شوف معناه راهو يستبهلوا فينا استباحه تونس. فما والله واحد اسمه مره في 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 موزايك ما نعرفش اسمه الزعيري هذا قال تونس بلاد ولات مستباحه يقال فيها كل شيء ويدخلها كل واحد مستباحه. سيت ان بيي كونكي قال هكا هو دخلوا يوليوا معناها استباح ونساء معناها كل شيء ولا ما ولا واحد يحكي اللي يحب ولو انه صحفيين ولو انه حكايه الرش معناها في حكايه الرش علي العريض على الاقل. شوف علي العريض على الاقل عنده يعني انت تشوفها عادله عنده ثلاثه تحقيقات على الاقل. التحقيق الاول في حكايه احداث سفاره امريكا هو وزير داخليه وماتت ناس راهو ماتت ناس أربعة ولا خمسة ناس وضربوا بالكرتوش وضربوا كيما بالضبط كيما آخر أيامات من عليه. هذه الأولى هذا يتحقق فيها ويلزمنا نعرفوا الحقيقة مو يقولوا في أحد شهداء الثورة ولو أنا راني أنا مع العائلات ومع هذه يلزم الناس الكل تفهم اللي العائلات ماهيش هذا الموضوع. هو موضوع مناقشة السياسيين اللي يحبوا يركبوا على على على, على شهداء الثورة. أما العائلات عندهم الحق. هذه ناحية. التحقيق الثاني اللي لازم يعملونا والبارح ما جبدوهلوش ولو انه الصحفيين كانوا معناها على مستوى جيد جبدوا له جميع المسائل. الحاجه الثانيه هي حكايه سي ابو عياد اللي حوس ولا معناها سيد بوغلادة في, في في ليبيا هو خلى اعطاه الاوامر. هذا هو اعطاه الاوامر باش يخليه يخرج وإذا كان هو ما عطاش الأوامر أكل شلون الأمر تعطاه باش يخليه يخرج. هذا شكون اللي عطاه؟ وشكون اللي عطاه؟ بيرسون دو لوسي وزير الداخلية عطاه بيرسون دو لوسي ويجي يقول يا خويا يجي يقول لنا ولا يقول القاضي التحقيق يقول له راني عطيت أوامر معناها خاطر نعرف راهي باش تدخل بعضها ولا فما مشكلة ينجم يقول أما ما يجيش يعديها كاكا في المهمود. والثالث هي في سلياني. هذم ثلاثة قضايا كبرى المرت فيهم الرئيسي هو سي علي العريض و انا نجم نزيد كلام على انه تصريح علي العريض ضد شكري بالعيد اللي معناها قال هو نوميمون هو اللي عمل سلينا وكان نوع من التحريض وثم نجم تلقى علاقه سببيه بين التحريض نتاعه بالطبيعه راهو الكلمات لا وهذه صحيح التاريخ هذا لا وصحيح راهو سفيان راهو الكلمات بالنسبه لواحد مسؤول من الدرجه هذيك لي مو سون اكثر من الحب مش انسان عادي ماهوش انسان عادي. عندك الكلام نتاعو هو والكلام نتاع راشد الغنوش اللي كان يقول فيه معناها شيء مهول وتوجهوا يقولوا لا والله احنا وحاولنا ونعملنا وكمان ثم بخلاف الجانب هذا خاطر ثم نقولوا العداله الانتقاليه يلزم تكون شامله وثم ناس ماتوا بعد الثوره وقع تعذيب في حكومه عريض في حكومه جبالي ووقع كذلك قتل نتاع عباد توانسه ووقع كذلك رش في سليانه. ثم كلام علي العريض اللي يقول باش نمشيو كونديدات توافقي حسب رايك يكونوا هذا كونديدات توافقي باش نمشيو فيه في الرئاسيه الجايه. والله انا يظهر لي هذيك يمكن الحاجه الوحيده اللي صحيحه في حديثه كامل لانه هو كله الخطاب جاء التبريري معناها ما نعرفش شنو هي الاجنده اللي عنده بجاء هو في التلفزه بهذيك الطريقه هذيك. وانت يكلموش اي لا عنده برنامج اما فيها اما فيها يحب على الكتابه العامه نتاع حركه النهضه او عنده الحسين وعنده برنامج ولا يحب يبرر ساعته بكذا. وانا في اعتقادي رغم اللي هو بارع معناها نسبيا بارع في حركة النهضة في الحديث وكذا لكن معتها حتى اليمون صحيح كلها تبرير فيما يخص الكونديدات فيما يخص الكونديدات انا ظهر لي اني ماشيين نحو توافق شامل حتى في الكونديداتور لبريزيدونس دو ريبوبليك وهي مش باهي توافق شامل معناها خلينا نتكلموا نفكروا لما والله حسب لك النهضة تنجم ترشح لبيجي قائد سمت انتخابات رئاسية يا اخي راهي وقعت في انتخابات 89 ما نعرفش كنت تفكر لم دياس قال ما عندناش مرشح لرئاسه الجمهوريه وراه مرشحنا هو بن علي وقدم قائمات في التشريعيه معناها هذايا ممكن انهم يعملوا كونديدا خاطر هو قال البارح يلزم نعملوا معناها مرشح توافقي. مش معناها مرشح توافقي عندك من ناحيه هو يقول رانا باش نعملوا مرشح توافقي ومن ناحيه ثانيه جماعه نداء تونس يقولوا راهو عندنا مرشح عبد العزيز. هل هذا استقراء؟ انا اخشى انه عندك معلومات
لا لا ما عنديش معلومة. قول يمكن أنه النهضة والبيجي كانت متفقين وأنه بيجي لا لا استقرى كي تربط كي تربط لي دو فينومين مع بعضهم أخشى أن نصل مع مقابلة باريس أخشى أن نصل إلى هذه الوضعية وهي وضعية خطيرة جدا. يلزم يلزم تتباين المشاريع ويلزم تقع. لا أستاذ علاش وضعية خطيرة إذا كان النهضة تقول أنا موافقة على رئاسة يمشي فيها البيجي قايد السبسي كمرشح توافقي بيننا وبين نجاة تونس مثلا؟ إيه لا هذا التمشي هذا أنا ضد التمشي هذا لأنه هك تشوف الجزائر وبعد الحرب وكذا هك تشوف الحجم نتاع الإسلاميين اللي ساندوهم الإسلاميين نتاع تونس في آخر انتخابات ساندوهم. أنا يوريك اللي ما عندهمش حتى استشراف على فسدوا لنا علاقاتنا مع الجزائريين على اعتبار أنهم ساندوهم. وشوف كيفاش الجزائر ولات رايضة من اللي الإسلام السياسي ولا في حجم معناها 8% كذا. أنا ما تونس ما تقوم لها قائم ما تنجمش تكون فيها ديمقراطية وقت تبدأ الحركات الإسلامية والحركات اللي ماهيش في ثقافة الديمقراطية أحببنا مكران والحركات اللي هي مرتبطة بالخارج معناها 37% و40% هذه مش ممكن يعني. ولذلك أنا نقول يلزم الانتخابات الجاية تكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنه أنا أرى معتها إسول الحركة النهضة منفذ الحركة النهضة تقعد موجودة بتبيع. حركة النهضة توا ولات ما هي حتى من الأول رأي قاعدة تدافع على وجودها في المشهد السياسي بقوة وتحب تقعد حركة معناها من أكبر الحركات موجودة في والله يمكن لا يمكن لا يمكن هذه وضعية هما ركبوا على وضعية خصوصية والأحزاب كلها اللي تشوف فيها بخلاف حركة النهضة انتخابات 23 اكتوبر كانت هزيمة لكل الأحزاب بما فيهم المؤتمر والتكتل لأنه المؤتمر والتكتل انهزموا في الانتخابات فقبلوا العظم اللي لوحته لهم النهضة قبلوا العظم هذاك وقالوا أخويا نقعدوا ناكلوا في باقي قديش حزب النهضة أنت الحقيقة حسب رأيك توا؟ أنا بحسب رأيي كما كان في 23 أكتوبر هو حول ما بين 15 و17% 15 و17% دونك أنت من الأستقرار 15 و17% ستون مينوريتي كبيرة راهو معناها حجم كبير أمام 37% شوف الناس الكل تعرف كيفاش وقعت الانتخابات وغمضوا عينيهم غمضوا عينيهم جماعة اللجنة بتاعنا احنا لأنه اللجنة بتاعنا احنا ما حتى هي بيزي اللجنة الانتخابات جندوبي هذا عنده 40 سنة عايش في فرنسا جاء مشرف على الانتخابات في تونس وجندوبي معروف أنه إلي دون السيستم متاع الوروب وإلى آخره دونك الوروب الأمريكان والأوروبي أنا نظري قروا في نظرية في من القاهرة إلى من المحيط إلى الخليج قالوا نحطوا الإسلاميين المعتدلين في السلطة باش يقضيون على الاسلام يعني الاسلام المتطرف يا اخي هما حتى البلدان اللي ما كانش فيهم اسلام متطرف زرعوا فيه الاسلام المتطرف هذيك هي هذيك هي الساس توش ماشيين بدلوا النظريه خلينا نطرح لك سؤال انا يبني يمشي الامريكان هذا انت تقول كمال جندوبي كلمه امل مع الامريكان والفرنسيس باش يطلعوا لها ما عملش انتخابات نزيهه وشفافه وعاد هذه اتعس معناها الانتخابات كنت تعرف اللي ماهيش نزيهه يعني وشفافه يعني بفعل فعل يعني تغليظ العين يعني مش في توافقات كيلر بيتر نجي رور عزيز بربي سامحني تروح لك سؤال وجاوبني خاطر احنا ما تعرف المعلومه من بعد باش تخرجوها بعد باش تداول باش تحطوها في يعني تعتبر وانه الهيئه العليه للمستقله للانتخابات دخلت في توافقات اكثر من وطنيه مع الامريكان والفرنسيس من اجل انه النهضه تطلع للحكم بالحجم هذاك. يظهر لي لانه كل اعمالها الكل ماشي في التبييض صورة الإسلاميين معناتها لا لانه تقرر لانه ما يجيش النهضة فما تزوير في الانتخابات بتبيعها فما الناس تعرف وفما هاو تزوير فما واحد على الاوراق فما واحد بركه في تونس جاد في الحكايه هذه هو سمعوه هو سي البوراوي هذا من منظمة عتيد وانو يكرهوهم الناس كل وين يمشي البقعة ماذا بهم يخنقوه السيد هذا هو اللي تابع المنتخبات وكذا تعرفش كانوا يعملوا فهو الناس كل تعرف راهو ساعة اول ان النهضة كانت عندها ميزاب فلوس ما حدث ما عندهاش ليميت تجي باش تربح انتخابات راهو في البلدان حتى في البلدان الديمقراطية في كندا كي باش تاخو مونيسيباليتي ظريفة في كندا لو مينيموم دونتري كيما لي تابل دو جو
ما تنجمش تشارك في انتخابات ما عندكش 50,000 دولار مثلا، الوحده صغيره نتاع حومه. دونك الفلوس عندها اهميه قصوى، اور الفلوس بالنسبه لحركه النهضه معناها كانت دون إليميتي، والناس الكل تعرف منين مصدر الفلوس، والناس الكل قالت عليه، الناس الكل تعرف اللي هي قطر الى اخره، الامريكان عملوا بلان، هما لي زارشيتكت والبناي اللي باش يدفع الفلوس نتاع البنيه هي قطر، هذا يعرفوه الناس الكل. ولذلك انا نقول الانتخابات هذيك ما كانتش انتخابات، كانت حره ولكن لي نصف شفافة كما قال البوراوي، حرة مش نزيهة، حرة ونصف كلا البوراوي عمل حرة نصف شفافة وغير نزيهة، هذا واضح. تعرفش تعرفش يعملوا الإسلاميين، الإسلاميين ياخذوا يدخلوا 10 إسلاميين في بيرو فيه 200 واحد مثلا باش يصوتوا، يجبدوا أوراق ما يحطوهاش، يحطوا مسوات، لا مسوات فارغين 10، يخرج معاه 10 ورق يعمرهم البرة ويعطيهم العشرة من الناس، كي يجيبوا له الورقة البيضة، كي يجيبوا له الورقة اللي من المكتب، كل واحد يخلصوا متفاهمين 30,000 ولا 40,000. هذا عملوا أشياء غريبة جدا. أولا كانوا مسيطرين على مكاتب الاقتراع، وهذا بتزكية ومباركة من سي اللي ما يعرفش العباد من ليزي، بيان سور ليزي ما وقعت فيها 20,000 مشكله وخلافات وعرك وضرب ومضروب، ولكن ليزي باش غمتهم لونيون اوروبيان، ليزي لانه لونيون اوروبيان اذكياء ماهمش يزيفوا كما يزيف بن علي، غموهم بالفلوس، ياخذوا في 2 ملايين و3 ملايين، جماعه ليري الجهويات ياخذوا في 2 ملايين في الشهر، وكلهم يخدموا معلمين ومحامين الى اخره. يعني انت دوم عطيت بومبا تقول وانو ليزي خضعت املائي، يقول في عندي 20 سنه هذه ملي وقعت الانتخابات انا شككت في صحتها. سامحني لا خلينا عبد العزيز، احنا توا نتابع الشان السياسي وجود الجور، نجم نقول لك قلت لي توا عندك 3 سنين تعتبر انه ليزي خضعت املاءات وتفاهمات امريكيه اوروبيه لتثبيت النهضه في الحكم ب 37% من الاصوات. مش ب 37%، لكن الانتخابات ما كانتش نزيهه وشفافه كما قلت، يعني املاءات وتفاهمات ايجابيه. جنوريتي ريان دو سكوشيتي، نجم الحكايه هذه تعاود تصير مره اخرى في الانتخابات الجايه. شوف شو وقع، اولا الانتخابات كانت مزيفه ولكن مش على الطريقه نتاع بن علي، لانه حتى طريقه بن علي وطريقه بورقيبه مش كيف كيف. بورقيبه كان يهز الصندوق، تصوت انت هنا في في في, في الحمامات، يهز صندوق الولايه نابل وفي اثنين يبدلوه، معناها في التزييف راهو في عنده 20 باب وباب. الثاني حاجه علاش ما نقفوش على الاشياء الاساسيه؟ الاشياء الاساسيه شنو هي؟ وقع انتخاب مجلس تأسيسي لكتابة الدستور ولا مجلس نيابي ومكتب الدستور إلا في عجلة. شفتوا كيفاش وقت يحبوا يكتبوه، كيفاش في كيفاش فيسع فيسع، كيفاش فيسع فيسع كتبوه، كي حبوا يكتبوه ولا يزربوا كتبوه. العدالة الانتقالية كيف كيف قاعد يحوس ويعمل في ندوات ويخسر في المليارات، ونهار اللي قرر باش يكتبوا كتبوا ما بين نهار الجمعة، كان واحد مشاه نهار الجمعه يحوس ويرجع نهار الاثنين يلقاه تكتب. عندك تخوفات يعني من الانتخابات الجايه انه تعاود تحصل نفس بطبيعه بطبيعه؟ هاك علاش هذه المنطقه التوافقي، خاطر زاد في الانتخابات اللي فاتت ما ننساوش اللي المعارضه ما عسدش على ما عسدش، ما فماش عسى على الانتخابات، وكثروا والناس اللي كثرت في عدد المترشحين والناس اللي كثرت في عدد الاحزاب، هذه كلها خدمه للواحد، وعمل لهم ورقه واحده. علاش ما يعمل لهمش يا خويا؟ فما 88 حزب مترشح يا خويا، يعمل 88 ورقه ايش بيه؟ معناها هو حتى سيد كمال الجندوبي كل الخيارات اللي اختارهم ماشيين في اتجاه انه شويه ضبابيه وانه فتح الباب للتزييف وللعب بالانتخابات. تعتبر انه بالنسبه للانتخابات الجايه الباجي قاضي السبشي ينجم يدخل في توافقات مع النهضه من اجل اعاده نفس السيناريو؟ فما تخوف؟ عندي التخوف هذا الحقيقه. علاش عندي التخوف هذا؟ راهو نخاف من التوافق، يلزم فما كومبيتيسيون وعسى، وما فما انه لو بوفوار اريت لو بوفوار. باهي عبد العزيز مزوغي كلام خطير مهم، عندنا الاخبار توا نسمع شاكيرا ونرجعوا معاكم في كابوتشينو بعد موجز الانباء. 9:39 دقيقة رجعنا لكم باش نكملوا معاكم ما تبقى في توقيت كابوتشينو لليوم حتى للعشرة، مازلنا باش نكملوا مع ضيفنا سي عبد العزيز المزوغي. عبد العزيز المزوغي سي ان ارتيفيسيي يحط في البومبات بين سور المدفع الترامبي، اما اليوم قال حاجتين مهمين، الاولى وانه
هيئه كمال جندوبي اللي يعتبرها زوجه الانتخابات باش طلعت النهضه للسلطه بتفاهمات وغربيه خاصه امريكان اوروبيين. الثانيه ما يستبعدش انه الباجي قد يسبش يكون الكونديدا الجاي نتاع الاسلاميين في الانتخابات الرئاسيه، وهو استقرا ومش معلوماتي اللي يقول، وخاصه في تحليله لكلام علي العريض يقول هذا البارح. والثالثه انه ما يستبعدش انه يصير تزوير في الانتخابات الجايه. الانتخابات الجاي شوف باش نعطيك حاجه، الانتخابات الجاي بعد ما كانت النهضه ماذا بها تقع لو بلو تار بوسيبل، ولات لو بلو تو بوسيبل. علاه؟ صحيح. توا احنا في 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 حكومه ائتلاف وطني والناس الكل موافقه عقيه ولو كليما سي ديتوندو. شنو زربنا على الانتخابات؟ يلزم نعملوها 100% غارونتي مسوقره. هما لا يحبوا فيسع فيسع باش كالعاده تلعب حتى انت كنت تحب فيسع فيسع وليت حبها توخر ولا لا لا اي بالطبيعه فيسع فيسع. هما كيما قعدوش عام تو ما عادش مشكله، هما كيخرجوا من السلطه تو ما عادش مشكل، ما عادش عندنا يورجونس. هما احنا نحبين فيسع فيسع بكري باش هما يخرجوا من السلطه، لانهم هما فاتوا الوقت نتاعهم، سون بيريمي فاتوا لو ديلي دو بيرومسيون نتاع فات. ولذلك المشكله الاساسيه هي هذه، هما يحبوا يعدلوا على كيما يحبهم. ونحب بالله ملاحظه على الانتخابات اللي فاتت تاع سي جندوبي، شكون اللي قال اللي هي انتخابات نزاهه؟ ماهيش هذا من الناس من المجلس التاسيسي من الاحزاب، من الناس اللي طلعت فرحانه اللي طلعت، ماهوش ماهيش تخمم بالبلاد، فرحانه اللي طلعت. وقعوا ديت سيريو على الانتخابات، احنا نعملوا انتخابات حره بعد 55 سنه من نظام بورقيبه ومن علي، ما يعملوهاش اوديت سيريو، نشوفوا دون كيل كونديسيون سو سون ديرولي سي زيريكسيون. بيرسون حتى واحد ما جبد هالموضوع هذا، وحتى واحد ما قال يلزمنا نعملوا تدقيق معناها موضوعي للنتائج الانتخابات، وشكون العباد اللي كانوا في مكاتب الاقتراع وش اسمه وين ينتمي الى غيره، حتى حد ما عملها. وعلاش الانتخابات، علاش في الدائره نتاع سي مصطفى بن جعفر نتيجه الانتخابات ما خرجت كان بعد جمعه، وقت اللي هي تتعمل في ثلاثه سوايع بتابلو اكسل، تتعمل في ثلاثه سوايع العمليه، خاطر كل مكتب يعطي النتائج نتاعه ويصبوهم دون زانتريكوي. قعدوا في بعض الواحد ها وقال لك، واحد قال الكوبا ما جاتش، واحد قال راهو فما واحد ما هو ما يعرفش، حتى البي في في وسط الصندوق الى اخره الى اخره، معبيه بالاشياء كما هذه. وفما انسان وانا جو فو روند روماج، وهذا من احسن الناس في تونس هو سي بوراوي، هذا معز بوراوي سي بتاع عتيد، هو الوحيد اللي قاعد يتبع في القوانين الانتخابيه وفي الواحد، وقاعد يتبع فيهم بالخطوه بالخطوه. وانت شوف يخرجوا تقارير حتى الانتخابات، انت شوف وقت تقول تقول انت تشكك في نزاهه الانتخابات الجايه، شوف كيفاش يحبوا يعملوا مع الاميين اللي هي ما حقها ما تتطرحش. فضيحه انك تطرح الموضوع نتاع الاميين يجي واحد يصوت معاه، فضيحه. لا وشكون الاميين؟ وشكون الاميين باش يوريك النيه السيئه نتاعهم؟ ما عندهم في حتى موضوع نيه طيب، الكلها سوء النيه، والكل حتى الدستور راهو هكاك. الدستور تو قلنا راهو احسن دستور في العالم، وهو دستور الصدر يتناقض مع العجز. الصدر يتناقض مع العجز. ما فماش تو تشوف كل الغام، هو قال لي الغام نتاع الشعب اكبر لغم موجود في تاريخ تونس اليوم هو الدستور، لانه اللي باش ياخذ السلطه باش ياوله وك نهار وك ولد سي علي العريض بدا ياول فيه، قال لي انا نعمل هاو في الدستور يسمح لي فني. ولذلك راهم عملوه، هو موش دستور توافقي، هو دستور تلفيقي معناه نتاع مساومه، تعطيني ونعطيك، ماهوش دستور معناه حتى الدستور يعني ملغم ملغم بالطبيعه ملغم. ولو الناس الكل يقولوا ويبوسوا في بعضهم تو فم معقوله في تونس؟ يوريك اللي احنا مازلنا ما عندناش حتى ثقافه ديمقراطيه وحتى ثقافه سياسيه. واحد يقول راهو كافر والاخر يقول راهو قتال، ومن بعد يتباوسوا في اخر اللعب بوس خوك جمال حجته، مش معقوله. يعني مش انت معقولة. يعني انت تحكي على الحبيب اللوز هذا متهموا بعضهم، واحد متهموا بالقتل. اي ونحب نعمل ملاحظه اخرى، راهو فما في قضيه الشهداء وجرح الثوره، خاطر علاش فما مشكله؟ احنا الناس كلهم مع الشهداء وعائله الشهداء، فماش واحد في تونس، لكن ما فماش لا كيستيون برانسيبال بوزي، من قتل؟ ان سوبوز للشهداء وان سوبوز لشكري بن عيد وان سوبوز محمد ابراهيم، من قتل؟ لانه تو تاخذ مثلا محمد البراهمي وشكري بن عيد، شكري بن عيد ومحمد البراهمي، لا فري كيستيون، ما هي علاقه الاسلام السياسي بالناس اللي قتلوا؟ هذا هو ما جاوب عليه حتى واحد. هما حبوا يطوقوها وقتلوا القذقذي، القذقذي حوس
انت تصور شوف كيفاش مستباحين عقليا زاد هرو حتى في مخاخنا شيخين علينا يتمنيكوا علينا ولو هكا وشويه صحابه واحد يشوت لهكا ولا يشوت هكا تدخل بعضها ما عادش تفهم حتى شيء. القذقاذي فماشي جريده خرجت انا قريتها والنتي قريتها 100% قالت روسي القذقاذي يحوس في الشروق خدوها عند الترجمات وقت لي واحد يقرا في الجريده اللي هو يحوس واللي هو مفتش عنه ايش يعمل نورمالمون كان جاش ما عندوش ثقه في الجهاز اللي ما عندوش تواطئ مع الجهاز اللي يعس عليه مو يهرب يمشي البقعة هو كان في 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 حي الغزالة يولي في في في, في مطمط ما عادش يعني يفقدوا الأثر نتاعو نص الموقع قاعد يحوس في تونس الكبرى وثانيا نعمل لي اجتماع بالقيادات الكل في 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 حي الغزالة يعني هذا إنسان مطمئن ماهوش خايف من 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 جهاز دونك هذه تعطي وهذايا وشوف وغلق الملف في الغزالة قبل أن يغلق في في لأنه يعني الغلق الحقيقي بتاع الملف ختم البحث في قضية راهو القذقاذي والقذقاذي ما تكا وانتهى الموضوع في يعني. هو ما انتهاش الموضوع كما في في شهداء الثورة ما انتهاش الموضوع يلزم نلقاو وفما حديث كبير في شهداء الثورة وكذا لكن الموضوع الأساسي هو دائما وأبدا نحب نسكروا الموضوع نسكروه سؤال أخير عبد العزيز المزوغي كلامك مهم جدا تونا في الانترفيو نظرا لأهمية الكلام تاعك الشعامبي وكذلك اليوم بن قدان تحب تتصل لها حتى ما يقولوا أنصار الشريعة هل تعتبر لهم آخر هو الشعامبي والشعامبي عدم القضاء عليه تو أكثر من عام معناها مرتبط كذلك باعتبارات سلطوية واعتبارات سياسية والله البارح علي العريض قالوا له أنت ماك من ولاية مدنين هو وزير أول ومن ولاية مدنين وقائد كبير وعنده تأثير على جماعة معبر راس جديد وعلى الاهالي غادي ما هو كان بكري يقول ما نحبوش الانفلاتات الامنيه والحطان العصاف العجله وهذه حكومه توافقيه نورمالمون حقهم يحطلوش اش بيه مش عامل حتى شيء غادي وش بيه المنطقه الحدوديه اش بيه المناطق الحدوديه روكي قتلوا لطفي نقذ مش على خاطره في نداء تونس على خاطر ما يحبوش في منطقه حدوديه نتاع عبور سلاح ومشي وجاي وتهريب وكذا يبدا فيها واحد معناها رقيب من حزب معارض ومن حزب ما يحبهمش وهذا الواقع المرير وتوا اللي واقع هو انه السلطات حتى العالم يحب يسكر على على الارهابيين نتاع ليبيا لانه فما زاد في ليبيا فما مشكله حب يسكر عليهم الباب هنا التوانسه بما فيها الاحزاب السياسيه الفاعله تحب تخلي لهم هكا المنفذ لانه شوف وقت كان علي العريض وحمادي الجبالي يحكموا في البلاد كان طريق مفتوح من غزه الى بنزرت للسلاح طريق مفتوح تاخذ كاميون من غزه تخرج نهار الخميس العشيه تخلط البنزرت نهار الاثنين الصباح كانوا سلاح ماشي جاي بكل اريحيه ويعرفوه وهو البارح قال السلاح داخل خارج يا اخي انت وينك انت راك وزير داخليه انت مهمتك انه سلاح ما يدخلش بن علي وقت كانت فما السنوات الجمر في الجزائر 8 سنين ما دخلش حتى عصفور ضربوا لهنا لانه وانا بكري كنت نقول كما نقول توا كنت نقول فما اتفاق دولي مع الارهابيين ومع الحركات الاسلاميه انهم ما يدخلوش لتونس وقتها وما دخلوش لتونس وتوا ولا فما معناها تحل لهم الباب ولذلك الناس هذوما اللي يقولوا راهو من خطر العالم وكذا مش صحيح فما دائما وابدا وين تضعف الدوله وين تضعف الدوله وهم ضعفوها الدوله لانهم ضعفوها عن قصد وين تضعف الدوله وين الارهاب يقوى عبد العزيز مزوغي بارك الله فيك احنا قلنا لك من الاول وانك سايح لكن سايح وعندك بوم بيت معناها اختفيشي مهم جدا اللي صدحت اولا راني سياحه رو شوف قال انا كما نؤمن بمقول جون بول سارتر يقول لك البشر الانسان ديما حر لكن الحريه عندها ثمن لكن احنا من اللي يقعد في بقعه ما يحبش يستقيل منها وحدك كذلك عنا سمينا الببليسيتي اذا من جي توا بارك الله فيك شكرا لك سي عبد العزيز المزوغي كنت معنا في الانترفيو في كابوتشينو بوست بيب كاب اف ام الكلمه ليك